أحسن الله إليكم. المرسل جيم لام من الرياض يقول: ما الحياء المطلوب في المسلم والمسلمة؟ أي ما هو الحياء الديني؟ وهل كل حياء محمود؟ الحياء المطلوب والذي هو شعبة من شعب الإيمان، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير، هو الحياء الذي يكف الإنسان عما لا يليق من الأخلاق والأقوال التي لا تليق، الذي يكف صاحبه عما لا يليق من الأخلاق، هذا هو الحياء المحمود، والذي هو شعبة من شعب الإيمان، والحياء المرغب فيه الذي يكف صاحبه عن الشيء الذي لا يليق بالمروءة أو لا يليق بالدين. وأما الحياء المذموم فهو الحياء الذي يمنع من أمور الدين، الحياء الذي يمنع مما أوجب الله أو مما شرع الله، الذي يمنع من طلب العلم، الحياء الذي يمنع من طلب العلم، الحياء الذي يمنع عن السؤال، سؤال أهل العلم عما أشكل عليه في دينه، هذا حياء مذموم، وهو من الخجل المذموم، لأنه يمنع الإنسان من تعلم أمور دينه. نعم.